أما أعرابي يرعى غنماً التقى به سيدنا ابن عمر قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها قال ليست لي قال قل لصاحبها ماتت إيه لا حل وخذ ثمنها قال ليست لي قال له خذ ثمنها قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله؟ أعظم ما في الدين أنه يقوم على الوازع الداخلي والله في هذه البلدة الطيبة سائق وجد بمركبته كيس أسود فيه 20 مليون ليرة قصة طويلة صاحب هذه المركبة مؤمن مستقيم بقي 4 أيام يبحث عن صاحب هذا المبلغ يحوم حول مكان ركوبه في المركبة إلى أن عثر عليه بعد 4 أيام وأعطاه المبلغ هذا الإيمان هذا الإيمان من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يقطف من ثمار الصلاة شيئا فلذلك الحديث القدسي ليس كل مصل يصلي لو أن كل مصل يصلي لكنا في قمة المجتمعات الدولية لكنا قادة الأمم لكنا قادة الأمم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أيها الإخوة أقم الصلاة إن الصلاة تنهى هون الوازع أعظم ما في هذا الدين الوازع الداخلي تنهى نهياً ذاتياً عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر يعني أكبر ما في الصلاة ذكر الله والدليل وأقم الصلاة لذكري صلاة ذكر وأقم الصلاة لذكري لكن بعضهم قال إنك إذا صليت تذكر الله لكن الله يذكرك فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم إنك إن اتصلت بالله فقد ذكرته فإذا ذكرته ذكرك أما إذا ذكرك منحك نعماً لا تقدر بثمن منحك نعمة الأمن منحك نعمة الأمان منحك الرضا منحك الحكمة منحك التفاؤل منحك قوة الشخصية منحك التماسك